معنا ستيفن نبيل، هو الصحفي من سان دييغو بكاليفورنيا. أهلا وسهلا بك ستيفن. بين مسألة الأجور أو أنهم يريدون قسما من الأرباح أو مخاطر استبدالهم بالذكاء الاصطناعي، كيف نرتب مطالب هذه الحركة الاحتجاجية الأولى منذ عام 1960؟ نعم، هوليوود تشهد الآن، زميلتي هوليوود تشهد الآن مشاكل عديدة بعد توقف الإنتاج السينمائي والتلفازي في معظم الأعمال، إن لم تكن كلها بأجمعها حول العالم. لب الأزمة بدأ بعد انتهاء أو تدمر أو تدمير التفاوض بين ما يسمى باتحاد الممثلين في السينما، الذي انضم إلى اتحاد أو نقابة ثانية تسمى AFTRA، وهي الأمريكان فيدريشن أوف تلفزيون راديو أرتست. هذا الاتحاد يضم في مجموعه أكثر من 160 ألف ممثل وممثلة، من ضمنهم شخصيات تبث على الراديو، من ضمنهم شخصيات تظهر في اليوتيوب، وشخصيات تعمل كممثلي أصوات في الألعاب الإلكترونية. وهو بحجمه عملاق جدا، يقوده كما ذكرت في المعلومات عدة نجوم، أبرزهم جورج كلوني، مات ديمون، وبقية الممثلين ميرل ستريب، واكين فينيكس. هم قادة هذا التجمع إعلاميا وفنيا. التجمع يطالب الاستوديوهات ومنتجي الأفلام الأمريكية من خلال مفاوضات. كانت المطالبات مشروطة بأن تقوم الاستوديوهات وشركات الإنتاج برفع نسبة الرواتب نظرا للتضخم الحاصل حول العالم، وبالأخص في ولاية مثل كاليفورنيا. بالإضافة إلى ذلك، محاولة الحصول على نسبة من الأرباح بعد إعادة عرض الأفلام. لماذا هذه النقطة زادت أهميتها؟ في السابق كانت الأفلام تعرض مرة واحدة ومرتين أو لفترة معينة، ومن ثم تذهب إلى المخازن وتعود بعد فترة طويلة. لكن الآن برامج وتطبيقات وشركات العرض المستمر مثل نتفليكس و HBO و ديزني بلس تقوم بإعادة عرض الأفلام تباعا، وتقوم أيضا بوضع الأفلام لمدة طويلة أمام المشاهدين الممثلين ومعهم الكتاب الذين ذهبوا في إضراب قبل أكثر من 3 أشهر. يطالبون بأن تنصف هذه الشركات اتحادهم وأن تقوم بإعطاء بعض الأرباح العائدة من هذه الأفلام وإعادة عرضها لهم. المشكلة الأساسية في هذا، أوضح لك المشكلة، أن شركات العرض مثل نتفليكس وديزني لاند وديزني بلس ترفض إعطاء أرقام المشاهدات لأفلامها للنقابات العمالية. هنا قد يتساءل المشاهد العربي، ما أهمية الحقيقية لموضوع كهذا؟ لو نوضح في التداعيات، هل نتحدث عن أزمة اقتصادية بسبب أن هذا القطاع ضخم ينتج بشكل كبير، أم أننا نتحدث عن أزمة ثقافية تخص الإنتاج الفني والثقافي، يضاف إليها مسألة الذكاء الاصطناعي وما يوصف بأنه خطورة استبدال البشر بهذا الناتج الجديد؟ نعم، قبل عام من الآن إن ذكرت موضوع الذكاء الاصطناعي أو ذكره المتحدثون باسم النقابة العمالية للممثلين، الجميع كان سيضحك. لكن الآن الأمر اختلف، ذهبنا من صفر من نسبة الذكاء الاصطناعي واستيلائه على وظائف المواطنين من صفر إلى نسبة كبيرة خلال أشهر قليلة فقط. الممثلون يطالبون الاستوديوهات بوضع شروط قانونية على من يمتلك أحقية استخدام شكل وصورة وصوت الممثل بعد وفاته في المستقبل في أفلام أخرى. هل هي شركة الإنتاج أم هو الممثل ونقابة الممثلين؟ طبعا المواطن العربي قد يتساءل ما لي شأن في هذا الأمر. الأمر كبير، الإنتاج السينمائي والتلفازي لا يتوقف في هوليوود. نتحدث عن إنتاج المسلسلات، نتحدث عن إنتاج أفلام الكرتون، الألعاب الرقمية، الفيديو جيمز. نتحدث أيضا عن موضوع مخاوف بقية الشركات والنقابات العمالية حول العالم في حالة انهارت هذه المفاوضات والتوقف عند موضوع الذكاء الاصطناعي وعدم الاتفاق على نقطة. بقية الشركات وبقية النقابات العمالية العملاقة، نقابات صناع السيارات وصناع الحاسوب وغيرها من المواد التقنية، قد ينظرون إلى الأمر كأنه مخاطر مسبقة لما قد يحدث لاحقا في مجالهم. ف
فهذا الامر قد يتدفق الى بقيه الاندستريز، الى بقيه الاماكن العمليه، وبقيه الشركات والنقابات قد يبداون صراعهم مبكرا لمعرفه من يمتلك الحقوق لاعاده صناعه شيء معين او شخص معين، صوره شخص معين في عبر الذكاء الصناعي في المستقبل. لكن من الان هنالك افلام توقف الانتاج عنها، افلام كان الجمهور العربي من ضمنهم والجمهور الدولي بشكل عام ينتظرهم، مثل فيلم ديد بول 3 والعديد من الافلام الاخرى. شاهدنا ايضا اوبنهايمر العرض الاولي الخاص به في لندن، شاهدنا نجوم الفيلم المنتظر اوبنهايمر، نجوم الفيلم غادروا لندن قبل العرض وغادروا في التزام منهم ببنود الاضراب الذي بدا في منتصف ليل الخميس على الجمعه، ومعناه ان اي ممثل لن يشارك أو ممثلين يشارك في ترويج لأعمالهم من أجل نيل جوائز التلفاز مثل أمي وجوائز الجولدن جلوبز والأوسكارز القادمة في حال استمر الإضراب بعد كوفيد. هذه قد تكون أكبر ضربة لهوليوود. احنا ذكرنا الموضوع لم يتواجد موحدا ما معناه إضراب الممثلين وإضراب الكتاب بصورة شاملة لمرة واحدة ثنائية، لم نشهد هذا الشيء منذ العام 1960 كان الرئيس الأمريكي آنذاك هو جون كينيدي. فالأمر سابق لأوانه والأمر غريب على هوليوود، لم تشهده الكثير من المنتجين اليوم، لم يشهدوا هذه المفاوضات في السابق. وبعد ضربة كوفيد 19 الاقتصادية لهوليوود، تحاول هوليوود الآن النهوض من هذه المفاوضات، لكن يبدو أن الممثلين ونقابتهم والكتاب ونقابتهم يمسكون بزمام الأمور هذه المرة ضد المنتجين. ربما سنتابع حلقات مسلسل هذا الإضراب إن استمر لنعرف النتيجة والإرهاصات حتى السياسية والاجتماعية لموضوع كهذا. نشكرك على توضيح هذه الجوانب. ستيفن نبيل الصحفي، كنت معنا من سان دييغو بكاليفورنيا.